اللهم إن كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. لك الحمد على ما نقول وخير مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك القدوس السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. يا من يعلم السر وأخفى يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متاع. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أجود الأجودين يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا. يا غفور رحيم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. يا أرحم الراحمين ارحم لنا. يا أرحم الراحمين ارحم لنا. يا رزاق المتين ارزقنا. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد إذا ما قضيت ولك الشكر على ما رضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك
لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن المذل، لا سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك الجبارود، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا وأولادنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا
العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لنا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته في علم الغيب أحدا من خلقك أو استأثرت به عيادك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم إنا نعوذ بك من خير، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلعة الدين وغلبة الرجال.
اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا وحلالا، وعملا متقبلا صالحا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا لا تذرنا فرادنا، وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك اليهود والنصارى، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الباكستان، اللهم احفظ بلاد الباكستان، اللهم احفظ بلاد الباكستان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انقذ مسجد الأقصى من اليهود والنصارى والغاصبين. اللهم انصرهم على عدوهم، وآتهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم شهر رمضان برحمتك ورضوانك وبمغفرتك. اللهم ارحم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر المسلمين، اللهم اغفر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة الشريفة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وقرأت قرآننا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا إنك أنت خير الرازقين، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.